من جديد احتراف التويتر، احنا كلنا الان جوع لنحترف تويتر لانه عقد الكثيرين. فيسبوك سهل، ناس كتيره استطاعت ان هي تتعرف على الفيسبوك. تويتر هناك كتب نحتاج لنتعرف بيها على تويتر، واحمد حسام ضيفي دلوقتي وعدني بكتاب تويتر شكله ما جابوش معاه وهو جاي شوف القضيه دي معاه. اهلا بيك يا احمد. ازيك يا احمد، عامل ايه؟ كله تمام. فين الكتاب اللي وعدتني بيه؟ موجود. موجود هنا ولا موجود في البيت؟ موجود في العربيه. في العربيه. ما جبتوش انت الكتاب. طب مش مشكله الكتاب، خلينا في العام. انا استطيع النهارده ان نحبب الناس في تويتر اكتر، ونستطيع ان التويتر نخليهم على فكره يحترفوا. اسهل من فيسبوك، بس هنقول الخبايا بتاعته زي ما قلنا كده، والناس هتلاقينا اسهل من فيسبوك بكتير. طب هنبدا مع بعض على الشاشه، هنبدا مع بعض نشوف ايه المواقع الصديقه لتويتر، وايه المواقع اللي ممكن او التحليلات اللي ممكن تفيدنا مع تويتر، ولا تحب في البدايه نبدا في الورق لا الاكتر؟ تعالى نتكلم الاول على شويه حدود في تويتر، او يعني الارقام اللي انا الناس اللي لازم تبقى عارفاها، مش عن تويتر بس، الحدود يعني. مثلا طيب. اول حاجه ممكن نشوف على الصوره بتاعه تويتر اللي جايه. اول حاجه، تويتر معروف ان هو حاجه اسمها مايكرو بلوج. مايكرو بلوج يعني ايه؟ يعني انت زي اكنك بتبلوج او بتكتب حاجه، فانت بيبقى عندك 140 حرف او 140 كاركتر بس اللي تقدر تكتب بيهم. دي اول حاجه. تاني حاجة انت دي لازم تبقى عارفها، انا بتكلم ما اقدرش اكتب زي ما انا عايز، لازم يبقى هم حدودي 140 حرف، اي حاجة عايز اقولها بقولها في حدود ال 140 حرف دول. بعد كده عندي مثلا 15 حرف اليوزر نيم، يعني ما ينفعش مثلا اقول اليوزر نيم بتاعي مفتوح. طب يعني على الشاشة معانا تويتر نو يور ليميتس، اعرف حدودك. حدودك ايه على تويتر؟ حدودي ايه؟ اول حد الزم حدودك. اول حد هو ال 140 حرف ده. اول حاجه الناس لازم تبقى اللي عارفاها. على الشمال اللي تحت دي اهي، تمام. بكتب انا اقصى مساحه في الكلام 140 حرف. 140 حرف بالظبط كده. حلو. لما باجي اختار اليوزر نيم، يعني انت مثلا انا اسمي ايه؟ حسام. انت عندك اسم انا دماغتك هيطلع بالظبط على الشاشه معانا. فكل الاسامي دي انت حدك فيها 15 حرف، ما ينفعش تقول مثلا برنامج اي تي شو، لا هو 15 حرف اخرك في اليوزر نيم. الاختيار اسمي. الاختيار اسمك اللي الناس هتعرفني بيه. اللي الناس هتعرفك بيه. 15 حرف، حلو. تمام كده. ما تقدرش تعمل اكتر من 1000 تويت في اليوم، يعني انت بقى لو راجل يعني نشيط جدا ما ينفعش 1000، ده الحد بتاعك. هتكتب اكتر من 1000 تويت هيمنعك كل 24 ساعه. بعد كده ما تقدرش تفولو ناس. تويتر دي فكرتها ايه؟ ان انا مثلا انا بيعجبني الكلام بتاعك فانا بفولو احمد، بشوف احمد بيكتب ايه على التويتر، فما ينفعش افولو ناس اكتر من 1000 واحد في اليوم برضو، ده حد تاني. الرقم 2000 ده بقى رقم لذيذ جدا، ما ينفعش ان انا افولو اكتر من 2000 شخص الا لو في عدد معين بيفولو عليا. يعني ايه؟ يعني تخيل انا مثلا بتابع احمد وبتابع اي تي شو وبتابع كذا حاجه تانية، وصلوا ل 2000 بني ادم، بس ما حدش بيتابعني، انا مش مفيد في التويتر، في العالم بتاع تويتر انا مش شخص مفيد وما بقولش حاجه مفيد، فما حدش بيفولو عليا. خلينا نستخدم كلمه فولو، دي اللغه بتاع تويتر يعني، فما حدش بيعمل لي فولو، فما ينفعش ان انا اعدي اكتر من 2000 واحد غير لما تبتدي الناس تفولو عليا. وهم ليهم نسبه بس مش بيعلنوا عنها خالص، مش معروفه النسبه دي، هم بيحسبوها بشكل معين، لما بتعدي ال 2000 ليك نسبه معينه ممكن تفولو عليك. دي بالنسبه لل 2000 اللي تحت. 250 ال 150 خلينا نقول ال 150 الاول. تويتر كمان استخداماته مش على البرنامج نفسه تويتر، مش بتخش على تويتر دوت كوم وتستخدمه، في تولز كتير جدا بتستخدمها، حاجه اسمها تويت داك، في حاجه اسمها سيزميك، في برامج كتير جدا لذيذه جدا، وفي في تويت في بص برامج كتير، وعلى موبايل وعلى تابلتس وعلى حاجات كتير جدا. فالتويتر عامل حاجه اسمها API. API دي البوابه اللي بتقدر البرامج دي تستخدمها. فكل API من دول ما يقدروش يستخدموا اكتر من 150 مره في مده زمنيه معينه. فاهمك في دي. تمام. دلوقتي انا مثلا بستخدم تويت داك، فانا من خلال التويت داك دوت مثلا كبرنامج، التويت داك ده برنامج بيخليني استخدم تويتر وفيسبوك في نفس الوقت على نفس الاكونت بتاعي. بالظبط. بيسهل لي ان استخدم الاثنين، ايه، فاقدر ارفع الماده بتاعتي او الكونتنت بتاعي في نفس الوقت على فيسبوك وتويتر. تمام كده. او اشوف اللي جاي لي على الاثنين. بالظبط. فانت دلوقتي الحدود بتاعتك ان انت ما ينفعش تستخدم اكتر البرامج دي اكتر من 150 برنامج، يعني ما ينفعش تدفع مثلا تفتح مثلا تويت ديك وسيزميك ومش عارف ايه، وبعدين التويت ديك انت عارف بيبقى فيه كذا كولم، ممكن مثلا انت عندك داخل باكونت غير الاكونت الثاني غير الثالث، وبتعمل سيرش على حاجه ثانيه، فحدك ان هم 150، ما تقدرش تستخدم اكتر من 150. حلو. نرجع تاني بقى الرقم اللي هو 250. 250 دي حاجه اسمها الدايركت مسج. دايركت مسج يعني انا ببعت لك رساله ليك انت شخصيا محدش تاني بيشوفها، كل الكلام اللي فات ده انا بكتب على تويتر كل الناس بتشوفها. ال 150 دي حاجه انت بتشوفها، ببعت لك رساله شخصيه، الرساله الشخصيه دي اخري 250 رساله في اليوم. محددني. محددني. ليه تويتر كده عامل حدود، ما يبقاش كده جميل كده زي فيسبوك عشان وخلي السبام. الوسط احمدي ليه يعني؟
عشان فكره السبام زي الايميل كده، ما يبقاش ايه اي حد فاتحها ايوه وبتفولو ناس ببرامج اوتوماتيك ايوه وبتبعت حاجات كتير ما حدش داريان بيها، بقى انت عامل برنامج وعمال تبعت تويتس وعمال تفولو ناس وكل ده اوتوميتد، لازم يبقى شخص اللي يعمل الكلام ده. اها فهي دي فكره الحدود اللي هم حاطينها. طيب خلي محمد الطحاوي بس معانا الله يخليه عشان ناخد الشكل اللي بعد كده. طيب فضل. تويتر برضو عشان هو محددني في ال 140 كاركتر او ال 140 حرف بتاعي، فانا كتير جدا بحط لينك لصفحه معينه، فممكن اللينك دي فبتبقى طويله جدا. اللينك الطويله جدا دي بتبقى عباره عن ايه؟ ممكن مثلا واخده اكتر من 140 كاركتر بتاعي. فانا عشان احدد الكلام دوت فبعمل حاجه اسمها يو ار ال شورتنر، او بتقصر لي العنوان. روابط التقصير، في برامج بنستخدمها ان هي تضغط اللينك بتاعي، وده ممكن نستخدمها بالزبط. في فيسبوك وتويتر وفي اي شبكه في اي حته في اي حته بالظبط، بس هي ميزتها في تويتر اكتر. ليه؟ لان تويتر محدد لك ال 140 كاركتر، فهي بدايتها او قوتها موجوده في تويتر. انت في فيسبوك فتحها لك شويه برضه، هنا قافلها لك على ال 140. طب انت بتنصحنا ندخل على الموقع ده؟ ده من اشهر المواقع، في مواقع كتير جدا، وممكن نحط لسته طويله على الجروب ان شاء الله النهارده، بس هي دي اشهرهم، ودي تبقى امبيدد كمان جوه برنامج تويت داك. ما بتقعدش انت تعمل الكلام ده مانيوال. طيب. برنامج تويت داك بيعملها لك، انت بتكتب تحط العنوان الطويل بتاعك ده اليو ار ال، هو اوتوماتيكلي بيقوم مقصرها لك باستخدام حاجه زي البيت. يعني انا هدخل على الموقع ده bit.ly كويس، احط فيه اللينك بتاعي العادي يقصرها لي، هيقوم مقصره لي كده، تويتر هيقبل الرابط القصير بالظبط كده، وتويتر بيحب الناس القصيرين بالظبط، يعني الاقل من 140 الاقل من 140، فالقصر لذيذ، لكن هتدي له لينك طويل هيرفضه لان عدد حروفه ممكن يبقى اكتر من 140. هيأثرها لي، هيأثرها لي اوتوماتيك لو انا بستخدم حاجه زي تويت ديك او كده. لو على تويتر لازم اروح بنفسي على سايت زي ده او موقع زي ده اقصرها وبعد كده احطها على تويتر عشان يقبل جوه ال 140 حرف. الموضه مع تويتر القصير، خلي بالكم يعني ايه، فدي روابط التقصير، دي حاجه عامه كده، شويه ارقام وحاجات عن تويتر. تعال بقى نشوف استخدام تويتر ازاي. تويتر تستخدمه اول حاجه في حاجه اسمها المنشن. انا دلوقتي عايز اكتب حاجه، لو بكتب اي حاجه عجباني مثلا كتبتها، بخش على تويتر بكتب الموضوع بتاعي. طيب لو انا عايز اجيب سيره حد، يعني انا بتكلم عن حاجه مثلا زي ما انا قلت امبارح مثلا، دخلت على تويتر قلت انا بكره عندي على الهوا الساعه 8:30 مع احمد برنامج، فانا عايز اجيب سيره احمد مثلا. حلو. فبعمل حاجه اسمها منشن، بعمل علامه الات ديت. ايوه. وبكتب اسم الشخص او اليوزر نيم بتاع الشخص. دي اي حد بيفولو عليا وعليك هيشوف الرساله دي، ما هياش بابليك على الاخر برضه عشان تبقى معروفه، ما هياش مفتوحه للكل. انا لو بكتب حاجه ما فيهاش المنشن دي بتبقى كل الناس بتشوفها. لو ابتديت الرساله بتاعتي بعلامه المنشن، انا حددت لو ابتديت، بص مهم قوي النقطه دي، لو ابتديت الرساله بالمنشن يبقى الناس اللي بتفولو عليك وعلى الشخص اللي في المنشن دوت هيشوفوا الرساله. لكن في نفس الوقت انتوا على الفيسبوك لو عملت علامه الات لشخص معين الناس كلها هتشوفها. بس الفيسبوك فيسبوك معناه انك بترد على الشخص ده وخلاص، بس كل الناس هتشوفها. تويتر لا، تويتر لا، لو بتبتدي بيها، لو في وسط سياق ال 140 حرف في وسط الجمله كل الناس هتشوفها، لو ابتديت بيها يبقى شخصين بس هم اللي هيشوفوها. طيب في حاجه تانية في تويتر برضو مهمه قوي، حاجه اسمها الهاشتاج. الهاشتاج دي عباره عن ايه؟ تخيل مثلا وقت الثوره، تخيل اللي هو وقت الثوره، انا عايز اتابع اخبار الثوره، بس انا مش هقعد افولو كل الناس اللي نازله في ميدان التحرير بتتكلم، بس انا عايز اعرف مين بيتكلموا عن موضوع معين. فكان في هاشتاج دي عباره عن يعني بحط العلامه ديت وبكتب بعديها كلمه معينه. لو انا عايز اتابع الحاجه اللي في الموضوع دوت، يعني مثلا الثوره كان مكتوبه هاشتاج جان 25، دي معناها ايه؟ ان دي خاصه بثوره 25 يناير. فما بخش على تويتر وبشوف بسيرش على الهاشتاج دي، بشوف اي حد بيتكلم عن ثوره 25 يناير بيحط الهاشتاج دي، يبقى دي انا بتابع موضوع معين، سواء انا اعرفه ما اعرفوش، اعرفه ما اعرفوش، فولور ليه فولور ليه مش فولور ليه، مش فارقه في حاجه خالص. حلو. دي ميزه الهاشتاج، ان انا بخش ادور على موضوع معين وانا بتكلم عن الموضوع ده، لو حطيت الهاشتاج كل الناس هتبتدي تشوف الهاشتاج ده. حلو. طيب نيجي للنقطه اللي بعد كده، الريبيتنج، الريتويت. الريتويت دي عباره عن ايه؟ انت قلت حاجه عجبتني فانا بعمل لها ريتويت. يعني ايه ريتويت؟ هي حاجه على تويتر بيبقى اسمها تويت، يعني انا لما بكتب حاجه على تويتر بنسميها تويت، بيزقزق. انا بقى بريتويت. يعني ايه بريتويت؟ انت قلت الكلام انا عجبني فباخده اعمل له كوبي وابعته تاني. حلو. طبعا انا ممكن اخده كوبي وبيست وابعته ومش مهم ايه جه منين، انما هنا هم عاملين حاجه عشان الحفاظ على الملكيه. يعني حتى هم قايل لك ايه كلمه الريتويت دي؟ يعني انت بتحترم الشخص الاخر. يعني ايه؟ يعني انا شفت حاجه احمد يوسف كتبها عجبتني فباخدها كوبي بطريقه الريتويت، فبقول ايه انا عاجبني الكلام بتاع احمد يوسف وحاطط اسم احمد يوسف او اليوزر نيم بتاع احمد يوسف في وسط الكلام دوت. فبعمل ايه؟ بكتب ار تي مسافه علامه الات واسم الشخص وبعدين الحاجه اللي هو كاتبها. معنى كده ان انا بنقل كلامك. ده تويتر ده علام كبير،
ده وعر جوي يعني ده علام بس لذيذ على فكره. هي حاجات بسيطه كلها، ايوه لو اتعرفت بتلاقي الموضوع لذيذ جدا. ايوه بس هي دي حافظ زي ما بقول لك ايه الاتيكيت بتاع تويتر. طيب يعني هنعمل ار تي، يعني انا بعمل ريتويت بقى اعيد التويته تاني بتاعت حد بالظبط اللي كاتبها. بتاعت مين بقى؟ ات اسم الشخص والحاجه اللي عايز اكتبها. حلو. لو انا وانا بكتب ريتويت لقيتها طويله قوي فممكن اغير شويه، بس ما دام انا محافظ على ار تي اسم الشخص زي ما هي مكتوبه على الشاشه كده اللي هي السطر الاخير ده، ار تي ات يوزر نيم اسم الشخص والحاجه اللي انا شايفها هو عجباني عايز يقولها، فبقولها بنيابه عنه، ممكن حد ياخدها مني يقولها وهكذا. وهي دي فكره التويتر على فكره. يعني انا لما بفولو احمد، تخيل احمد عنده 1000 فولور، مش ال1000 بس اللي بيشوفوا ده، ال1000 دول بياخدوا الحاجه وبيعملوا لها ريتويت، فكل واحد عنده 1000 تانيين، فبقت 100000، بقت مليون، بقت 10 مليون، ففجاه تلاقي الكلام اللي انت قلته بعد ساعتين ثلاثه كل الناس شافته. دي يعني فكره التويتر انتوا كلها. فاكرين المعلم محمد رضا كان في افلامه بيقطع الكلى، التويتر برضو بيقطع الكلى، يعني طريقته كده اهوت، فالاختراع قبل تويتر للمعلم محمد رضا. ها بالظبط كده، مش بيقلل حلو. وتويتر على فكره فيها كده ان انت لو الكلام هيتفهم شيل الحروف منه، يعني شيل منه على قد ما تقدر الحروف عشان ياثر لك الكلام ده. وبرده برامج زي تويت ديك والكلام ده فيها حاجات بتاثر اوتوماتيك. حلو. طيب دي حاجه اسمها الدايركت مسج، اللي كنا بنقول ببعت لك رساله شخصيه. رساله شخصيه دي ببعتها ازاي؟ بكتب دي واسم الشخص على طول، ما بحطش علامه الاد بقى. دي اختصار لدير يعني ولا ايه؟ دايركت، دايركت. دايركت مسج، رساله دايركت اوكي. واصله دايركت ليك. دي عباره عن ايه؟ بحط الدي، مش فارق هو دي كابيتال ولا سمول، هو المهم حرف دي، وبعد كده بكتب اسم الشخص والرساله اللي عايز اقولها. دي بتروح لك انت بس، ما حدش تاني بيشوفها، ملوش دعوه بعدد الفولورز وكل الكلام ده. انا ببعت لك رساله خاصه سريه ما حدش هيشوفها غيرك انت. انت عرفت الاسرار دي منين؟ من الكتاب اللي في العربيه. من الكتاب اللي في العربيه. شايفين انا عاوز الكتاب اللي في العربيه ليه؟ طبعا اللي مش متابعنا من الاول مش هيعرف ايه قصه الكتاب في العربيه، لازم نشوف الحلقه من الاول وجديد على جروب البرنامج اللي هو اي تو شو وذ احمد يوسف، ويا ريت نشوف احنا موجودين فين على تويتر اللي حابب يتابع معانا الدماغ تك عشان نتابع مع بعض الدماغ الجديده بالشكل الجديد. كمل يا ابو حميد الكلام طيب. الرائع اللي انت بتقوله. نكمل بقى حته ليها علاقه بالريتويت. حته اللي ليها علاقه بالريتويت ايه؟ تخيل انا مثلا انا عملت ريتويت لحاجه احمد، وبعدين حد صاحبي جه عمل لها ريتويت، وبعدين حد تالت وهكذا. مش معقوله بقى نفضل ار تي مش عارف مين وريتويت مش عارف مين وريتويت مش عارف مين وهكذا، نفضل شغالين كده تلاقي رساله خلصت في حاجه اسمها ار تي كلها، يعني ار تي احمد يوسف وبعدين ار تي احمد حسام وبعدين ار تي، تلاقي بقى الرساله كلها خلصت ان ده بيتويت من ده وده بيتويت من ده وده بيتويت من ده وهكذا، مش هنخلص الرساله هتخلص. فعمل لك ايه؟ عمل حاجه اسمها فيا. فيا دي عباره عن ايه؟ انا مثلا بريت تويت حاجه بتاعتك ودي لفت على تويتر 100 مره وجات لي، انا عايز اعمل لها ريتويت، فما بقولش بقى كل الناس اللي في النص دول، انا عايز اقول السورس بتاعها او المصدر بتاعها، فبقول ايه؟ ريتويت فيا انا شفتها عند مين وفيا فلان، يعني دي بتاعت احمد يوسف ار تي احمد يوسف وجبتها عن طريق احمد حسام، فيا احمد حسام. فهي بتتكتب بنفس الطريقه دي، ار تي ات علامه فيرست الشخص الاولاني اللي انا شفتها منه، وفيا ات علامه الشخص اليوزر نيم اسم الشخص الاخر واحد عمل لها تويت. فكده انا بضمن حق اول واحد قالها واضمن حق الشخص اللي انا شفتها عنده، مش مهم الناس اللي في النص دول، دي عشان برضو تاثر الدنيا. ففيا دي بس عشان تضمن حق اول شخص شافها لو كانت عدت على 100 واحد عبال ما جات لي انا شفتها. هي ريتويت بس بشكل ايه؟ اطول شويه. دي الريتويت. طيب عايز اعمل لينك بقى لتويت، انا عملت تويت مثلا من اسبوع قلت حاجه وعجبت الناس وبعدين جه حد بيتكلم عنها النهارده، هوصل لها منين؟ مش معقول هفتح التويتر واقعد اسيرش ولا هفتح اي برنامج واقعد بقى انزل في الهيستوري وارجع باك والكلام ده. ففي عايز لينك على تويتايه معينه، اليو ار ال بتاعها هجيبه منين؟ بخش على تويتر نفسه تويتر دوت كوم، وعلى اي تويت بلاقي تحت على الشمال في التاريخ بتاعها، دي اتحطت من ساعه، اتحطت من يوم مش عارف 17 كذا، يوم 25 يناير. التاريخ ده لو دوست عليه بيوديني للتويته دي، يعني دي تويته انا عملتها امبارح، قلت ايه امبارح بالليل، قلت اتفرج عليا بكره الساعه 8 ونص على النيل الثقافيه مع احمد يوسف. تمام. طب انا عايز اطلعها كده بالشكل ده واقعد اتكلم عليها لمده شهر لقدام، فبدوس على التاريخ اللي هو تحت كلمه 8 ونص بي ام، دي في تاريخ كده بقى لها ساعه بقى لها ساعتين من يوم كذا، لما بدوس عليه بيوديني للصفحه دي، باخد العنوان بتاع الصفحه دي واستخدمه في اي حاجه بقى كعنوان كده، اي حد هيدوس على العنوان ده هيخش على الصفحه دي اوتوماتيك ويشوف التويتايه دي، بغض النظر بقى هو بيفولو عليا، بغض النظر هو عنده تويتر اساسا ولا لا، هيخش يشوف الرساله دي. طيب ده كده مبادئ او اتيكيت التويتر، دي كل اللي انت محتاج تعرفه عشان تشتغل تويتر زي الفل. طيب هتبتدي تشتغل بايه بقى؟ بتولز ايه؟ مش هنتكلم عن تولز البرامج نفسها، برامج زي ما قلنا في حاجات كتير جدا، ودي يعني ممكن يتعمل لها حلقات وحلقات، هنتكلم عن تويت ديك وسيزميك وكل البرامج دي. تعال نتكلم عن البرامج اللي بتديك معلومات لذيذه جدا. طيب اول برنامج من دول حاجه اسمها تويتوريا. تويتوريا ده عباره عن ايه؟
توتوريا ده تخيل انت بتفولو ناس كتير جدا، احنا اتفقنا ان في حاجه اسمها فولور ريشيو تي تي فروتويا تي تي اف، سوري ده تويتر ريشيو، ده قبل التوتوريا. التي تي اف ريشيو ده عباره عن ايه؟ التي تي اف ريشيو ده فاكر لما اتكلمنا على حته النسبه، ان انت ما ينفعش بعد 2000 واحد لازم الناس تبتدي تفولو عليك عشان تبتدي انت تعرف تفولو اكتر من 2000. يعني ما ينفعش انت تتابع 2000 شخص وما فيش خلال ال 2000 دول حد انضم لك عشان يتابعك انت. انت ينفع تتابع 2000، ما ينفعش تتابع 2001. يعني اكتر من 2000 مش هينفع غير ما تبتدي الناس تفولو عليك. ده معناه ان تويتر بيعمل حاجه مهمه، انه طالب ان انت تشارك ويبقى ليك دور، ما تبقاش سلبي. بالظبط، هم حتى قايلين ما تبقاش سلبي. لازم يعني ترجع شويه شير اللاف، هم بيقولوا كده، لازم تشير اللاف مع تويتر. فما ينفعش ان انت عمال تستفيد وانت ما بتقولش حاجه مفيده خالص، اخرك 2000. عايزين نلاف لاف زي ما بيقولوا. بالظبط. تمام. فهو عامل لك ايه؟ انت عايز تعرف النسبه بتاعتك كام؟ اه. فانت بتخش على ttfratio.com وبتكتب اليوزر نيم بتاعك، اليوزر نيم بتكتبه تحت في الصندوق الابيض اللي تحت خالص ده. وبتكتب بيطلع لك النسبه بتاعتك، يقول لك انت اقل من واحد، لو اقل من واحد يبقى انت ايه مش هينفع تعدي. انا عاوز افهم، يعني احنا المشتركين في تويتر في فولورز وفي فولوينج. بالظبط. اوكي؟ فانا كده كده عارف انا كم واحد، انا هم متتبعيني وانا متتبع. بالظبط. الموقع اللي فات، خلينا في اللي فات معلش، التويت ريشو ده هيضيف لي ايه؟ مش فاهم برضه. بيحسب لي النسبه ويقول لي هل انا من انهي نوعيه من الناس؟ انت عندك اربع انواع، هم قسمهم اربع انواع. اقل النسبه بتاعتك اقل من واحد يعني انت شخص سلبي ومش بتفيد حد في حاجه. لو النسبة بتاعتك واحد يبقى انت شخص طبيعي ومفيش اي مشكلة. لو النسبة بتاعتك في حدود 2 يبقى انت شخص يعني popular زي ما بيقولوا وبتفيد الناس ونسبة كويسة جدا. لو انت اكتر من 2 يبقى انت بقى بيقولك انت روك ستار، انت شخص بقى اوباما ولا حد بقى من اللي هو انت مش فارق معاك الناس بس الناس كلها هتفولو عليك. فهي دي النسبة، فهو بيطلع لك النسبة بتاعتك عشان تبقى عارف انت فين. لو لقيت نفسك اقل من واحد يبقى انت محتاج تبتدي تزود شوية نسبة الفولو اللي انت بتكتب عليه، يعني انت محتاج تبتدي تحط تويتس اكتر من كده. تمام. ده التي تي اف ريشيو. تمام. نرجع بقى اللي كنا بنقول عليه اللي هو التوتوريا دوت. التوتوريا ده عباره عن ايه؟ انت لما بتفولو ناس كتير فانت بتقلل بتفولو ناس، انت كده النسبه بتاعتك بتزيد. فانت مش عايز تفولو ناس كتير، فبس في نفس الوقت عايز تعرف مين المفيد بالنسبه لك. فدوت بيقول لك مين الناس اللي انت بتعمل لهم فولو بس هو مش بيعمل تويتس. يعني انا مثلا بفولو شخص اكس والراجل ده عمره ما عمل تويت في حياته، طب انا بفولو على الشخص ده ليه؟ ما امسحه خالص. فهو بيقول لي بقى الشخص ده بقى له مثلا سنه ما عملش تويت، ده بقى له اسبوعين ما عملش تويت، ده ما عملش تويت خالص. فبقول له بس اليوزر نيم بتاعي انا، وهو يقول لي مين الناس اللي عندي اللي مفيدين ومين الناس اللي مش مفيده. يا سلام. ابتدي ايه انضف التويتر. ده كلام جامد ده. انضف التويتر. هو ده الكلام يعني. ولا بيسال على يوزر نيم ولا حاجه، ده في ساعتها تكتب يطلع لك الليسته دي على طول. بحط هنا ايه في السيرش؟ بتكتب اسمك، مش اسمك يعني احمد يوسف، تكتب دماغتك مثلا، تكتب اسمك اللي على تويتر، اللي يعني على تويتر بالزبط. اسم الافتراضي. بالظبط كده. فيطلع لك مين اللي بيفولو عليك او اللي انت بتفولو عليه، وانت بتفولو على مين، ومين من دول مفيد ومين من دول مش مفيد، مين من دول بيكتب ومين من دول ما بيكتبش. ده كلام مزقزق خالص على 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 ترجمه تويتر. زقزقه. بالظبط. الزقزيق هنا شغاله. تمام. بعد كده في حاجه اسمها تويت ستاتس. اه. تويت ستاتس ده لذيذ جدا. انت عايز تعرف انت بقى نظامك ايه، انت بتتويت او انت واي شخص ثاني. على فكره انت مش شرط انت تكتب اسمك، انت ممكن تكتب اسم حد ثاني ويطلع لك بيانات عنه. يعني الموضوع ده بابليك، ما هواش حاجه مقفوله عليك. فانت بتكتب، يقول لك بقى الشخص ده الشكل بتاعه برده في المكان، بتكتب تويت ستاتس هنا. انا جربت ان انا كتبت الاسم بتاعي وطلع لي جراف. الجراف اللي بعديها دي عباره عن ايه؟ دي بيقول لي، يعني ممكن نشوف اللي بعديها عباره عن ايه. بيقول لي مثلا انا بستعمل التايم لاين بتاعي، انا على مدى التاريخ انا اكتر الشهور، يعني اول حاجه على الشمال ديت فوق دي شهور من اول ما ابتديت، انهي اكتر شهر دوت مثلا هوقف عليه اللي هو الاصفر الكبير ده، هيقول لي دوت مثلا ده شهر ديسمبر، يبقى انا اكتر مره عملت عدد تويتس قد ايه كان في شهر ديسمبر. بيجي في اللي تحتيها دي وقت اليوم، متقسمه بالايام كده، الحد الاثنين الثلاث الاربع بالعرض، وبالطول الساعه كذا والساعه كذا والساعه كذا. فتلاقي مثلا في اماكن الدنسيتي او الكثافه بتاعتها عاليه وفي وقت فاضي خالص، فانا معروف كده انا مثلا من الساعه 4 الصبح ل 8 الصبح عمري ما عملت تويت، بس انا اكتر وقت مثلا من الساعه 8 بالليل للساعه 12 بالليل. فابتدي اعرف الشخص ده الكثافه بتاعته بيبتدي تويت امتى او الوقت بتاعه امتى، سواء انا او شخص تاني. فبيديني جرافس شويه عنه. هنا بيقول لي ايام الاسبوع، ساعات اليوم، عدد تويتس ان جنرال من ساعه مثلا انا ابتديت في 2009، بيقول لي من 2009 لغايه النهارده مثلا انت اكتر ايام عملت تويت فيها امتى، انت مش عارف ايام ساعات ايه، كل الكلام ده. ده عصر مين الناس اللي انت بتتويت عليهم اكتر، ومين الناس اللي انت بتعمل لهم ريتويت اكتر، ومين يعني مديك انفوجراف على كل حاجه، كل حاجه، البرامج اللي بتستخدمها اكتر حاجه ايه، الاجهزه مش عارف ايه. فيديك كل البيانات والارقام اللي على التويتر بتاعك او على شخص تاني. يا ريت بره تويتر يدي لكل واحد فينا انفوجراف على حياته نفسها ماشيه ازاي. ايه الكتير ايه القليل وبتاع، اعتقد ان احنا ممكن نحسن
اوضاعنا اكتر لو لو شفنا كده جراف لينا ايه طالع ونازل على الايجابيات والسلبيات انت اللي في عايز حياتنا حد بصص اليوميه. عليك على طول بقى. عاوزين ويب كام يعني سهله دي. تمام. تمام. طيب فاضل اربع حاجات بقى، اللي هو تويتالايزر. ده اول حاجه، تويتالايزر ده بيطلع نوعيه شخصيتك على تويتر. يعني ايه نوعيه شخصيتك؟ في كذا شخص نوعيه شخصيات، اللي هي ايه، انت مثلا واحد بتفولو ناس كتير بتستفيد من معلوماتهم، او انت شخص طبيعي، او انت شخص انفلونسر، يعني انت شخص مؤثر. قائد، قائد لمجموعه، كل ما بتقول حاجه الناس بتفولو عليك وابتدوا يعملوا ريتويت، فانت نوعيتك ايه من الشخصيات دي؟ فبتخش على تويتالايزر دي، او هي اختصار تويتر انالايزر او محلل تويتر، تكتب اسمك يطلع لك البيانات بتاعتك، يقول لك انت انهي نوعيه من الشخصيات دي، انت شخص قائد او انت شخص تابع او انت حسب نوعيتك على تويتر. بعد كده في حاجه اسمها فريند اور فولو. فريند اور فولو دوت عباره عن ايه؟ فريند اور فولو دوت كوم ده بتكتب اسمك بيقول لك مين الناس اللي انت بتعمل لهم فولو بس هو مش بيعمل لك فولو. يعني 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 مثلا تخيل انا بعمل لك فولو وانت مش بتعمل لي فولو، انا متابعك بس انت مش متابع اخباري، طب هو يعرف ازاي ان احنا عارفين بعض؟ انا بكتب له اسمي فبيشوف الناس اللي انا بتابعهم ويروح عندهم يشوف هم بيتابعوني ولا لا، بيطلع لي لسه كده يقول لي مثلا احمد يوسف مش بيتابع، خلاص انا اقفش عليك بقى وامسحك من هو عندي. يعرف ازاي بس ان انا متابعك ولا مش متابعك يعني؟ ما هو انت لو بتعمل لي فولو هو هيعرف، فهو هو بيخش على الداتابيس لا بتاع تويتر يعني بيجيب لك. يعني تويتر انا فولور يو، انا بتابعك تمام حلو، كويس. تخيل انت بتتابعني وانا مش متابعك، وانا وانت فانت لو متابعش. دخلت الاسم ده هيقول لك خلي بالك احمد حسام مش بيتابع دماغتك، فانت حلو ممكن تقفش حلو، عليا بقى وتقول لي خلاص وانا كمان مش هتابعك، اشمعنى انا بتابعك وانت فهو لا. معايا هو عامل بيطلع لك انفولو، بالظبط، هو بيطلع لك لسته بقى مين اللي مش بيتابعك من بيصفي الناس اللي النفوس البرنامج ده. بالظبط بيهدي النفوس. تمام. طيب تويتر جريدر اللي بعد كده ده بيديك تقييم، انت بيديك رقم من 1 ل 100 انت تاثيرك ايه على تويتر. لو انت مستواك مثلا تعتبر من التوب 100% ولا انت 50% ولا انت 0%، انت تقييمك ايه على تويتر كشخصيه اوفرول بقى، بيشوف عدد الناس اللي بيعملوا فولو عليك وانت بتفولو كام وانت بتقول كام تويت في اليوم، ويحسب حسبه من عنده كده ويديك تقييم، انت تويتر بتاعك ده 5 من 10، انت 10 على 10، انت 1 من 10، انت 0 على 10، يبتدي يديك تقييم على ادائك على تويتر وبيتغير كل فتره، وبيديك البوينتس اللي بتبتدي تحسن عليها ادائك على تويتر عشان اللي انت عايز تحسن الاداء بتاعك. اخر حاجه بقى والذ حاجه، انت عارف لما يبقى عندك ويب سايت قوي بتيجي تبيعه، الدومين نيم ده او اليو ار ال ليه ثمن، مثلا عايز تبيع باراك اوباما دوت كوم مثلا اكيد ثمنه قد كده غير لما تبيع اي حاجه ملهاش لازمه. حلو. فهنا مثلا بيجي يقول لك بقى انت بتدخل اليوزر نيم بتاعك، فيقول لك انت عشان انت قيمتك كذا فانت الاسم بتاعك ده قيمته مش عارف كام دولار، انا حطيت الاسم بتاعي طلع ثمنه 267 دولار. هو بيقيم ازاي هنا؟ ومدى دقة هذا التقييم شويه ومعاييره كمان؟ هو عنده معايير بيحسبها، يشوف عدد الفولورز بتوعك، انت بتتويت من امتى، بتتويت كام مره في اليوم، الترند بتاع الناس، كل الموقع الكلام ده ده ماله ومال تويتر يعني؟ يعني بيحسب لك قيمه البروفايل بتاعك. البروفايل مش الويب سايتس. البروفايل انا بقول لك ده زي فكره الويب يعني انت سايت بس ممكن بيحسب لك تبيع البروفايل بتاع بروفايلك تويتر. بعد كده، اللي انت عندك فولوينج وفولورز، او عندك ناس انت بتتابعهم وهم بيتابعوك، بالظبط كده، يعني انت لو ممكن شفت تبيعه. بيتباع، في ناس بتتاجر في الموضوع ده اهوت. انت لو البروفايل بتاعك اسم مثلا مش اسم شخص معين واسم حاجه معينه ومنتشره وقررت عامل هتزهق مثلا منها مليون، في واحد مليون واحد بيتابعك مثلا. بالظبط، فانت هتكرر فجاه عايز تبيعه لحد، هتكسب من وراه، هتبيعه بكام؟ ده بقى بيديك التقييم بتاعه. يعني مثلا بيقول لك باراك اوباما طلع هنا الرقم مش عارف حاجه 130 ألف دولار، ده قيمه البروفايل بتاع اوباما عشان عليه عدد معين، مش عارف بروفايل مين ده قيمته كذا. الليسته اللي تحت دي بيديك دايما كل يوم، التقييمات بتختلف من يوم ليوم طبعا، قيمه البروفايل، وفين المواقع اللي بتشتري دي؟ مش المواقع، الاشخاص اللي بيشتروا. يعني تخيل مثلا انا ايه، انت عندك 10 فولورز وانا عندي 100، فانت قررت هتشتري البروفايل بتاعي عشان انت عايز ال 100 دول، مش هتقعد لسه تتعب فيهم وانتحل بقى شخصيتك وكده. وتنتحل شخصيتي، لا مش فهتيجي هنتحل يعني، تقول لي خلاص انت هتديني اليوزر نيم وهتباع، بالظبط، وانا بقى احس ان انا فانا في مش 100 هديها لك، واحد مش هديها لك متبعني. ببلاش كده، هنخش على ده نشوف قيمته كام، وهقول لك خلاص ده الراجل ده بيقول ان قيمته مثلا 200 دولار، هات 200 دولار يا عم وانا هديك البروفايل وشغال بتاعي. الموضوع ده في امريكا. وشغال في امريكا. بس اعتقد هنا في مصر مش هنا لسه تويتر برضو مهما كان في مش في مش عايز اقول في اوله، هو يعني ما بعد 25 يناير انتشر انتشار كبير، بس هو واخد ترند كويس جدا. اخر حاجه خالص بقى ده التويتر يوزر نيم بتاعي، لو حد عايز يسال اي حاجه في التويتر اعلان على الهوا اعلان. مجانا اهو. لا لو حد عايز يسال اي حاجه ليها طبعا علاقه طبعا بالموضوع التويتر ده وعايز طبعا في حاجه مش واضحه، طبعا. انا تحت امرك. طب خلينا نجيب على الهوا احمد طبعا، ايه اختصار لاحمد حسام لاي معلومات خاصه بالتويتر. وعاوزين نشوف على الشاشه بقى احنا الناس هتتابعنا ازاي على الفيسبوك وعلى الشبكات الاجتماعيه، يعني اشمعنى احمد حسام يا جماعه؟ نزلوا لنا احنا موجودين ازاي على تويتر برضو، احنا هنا اهوت. عاوزين نشوف على دماغ
دماغتك، احنا موجودين على تويتر وعلى الفيسبوك طبعا، جروب البرنامج والعدد الكبير اللي معانا ايت شو وذ احمد يوسف. فين يا جماعه الحاجه على الشاشه؟ عاوزين نشوفها. اللي حابب يتفاعل معانا تمام، شكرا جزيلا كده. علامه الهاش يعني، اللي حابب دايما يعلن علامه الهاش اهيت ودماغتك دي 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 الطريقه. الهاش ده بتهيألي هو اللي هو ده اللي شهر التويتر. وكل الحاجات دي كل السلايدز ان شاء الله هنزلها على جروب عندك، او تعمل علامه الات زي ما احمد حق. يا هاش يا ات ات عشان يفولو عليك، عشان يفولو عليا. والسلايدز دي هننزلها على الجروب عندك ان شاء الله بالليل النهارده، لو الناس عايزه تاخد السلايدز دي تبتدي تفهم تويتر ماشي ازاي. طيب دي بدايات مع تويتر، وهنكمل بعد كده البرامج الاخرى في حلقات مقبله، لان في برامج عشان تويتر نحترف ويبقى لذيذ معانا ويكون شعبي، لان اي تي شو دايما بيحب ان التكنو علم التكنولوجيا والعلوم تكون شعبيه اخر حاجه زي ما احنا بنقول في الكلام بتاعنا. احمد حسام منورتني، بشكرك على اجتهادك وافدتني، اعتقد الجمهور يكون استفاد معانا على تفاعل دائم دائم. وعاوزين تفاعلك معانا على الجروب، انت بقالك فتره مختفي معانا ليه؟ بس ملاحظه الموضوع موجود اهو، يعني ما ينفعش كده. نورتني مشاهدينا، استفدت جدا من شرح احمد حسام شيء لطيف، لان احنا متوترين متطرين كده هوت مع تويتر، الموضوع مش لذيذ. بعد الفقره دي اعتقد انه بقى لذيذ يعني كده. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مباشرة هنشوف الإعلامي أحمد خيري والمواقع الإلكترونية بعد 25 يناير في مصر انفجرت. موقع جريدة الواقع الإلكترونية أحد هذه الجرائد اللي أصبحت شهيرة جدا على الفيسبوك، كلنا بنسمع عنها، وصل ل 2 مليون زائر عندهم في الموقع. ما هي هذه الحدوتة وما هي حواديت المواقع الإلكترونية التي اشتهرت بعد 25 يناير؟ بعد الفاصل نلتقي.